اشكي له حالك واحفظ بقى وما تتسنش الا علي ايدي بتشفي علي لمسه واحده بس منه تكفي اطلبه هتلاقي وعد للسبب. أحبائي المشاهدين في كل مكان في العالم، برحب بيكم في اسم الرب يسوع وحلقة جديدة واطلبوا تجدوا. وفي كل مرة بنتلامس مع الحضور الإلهي بنشعر أن أنتوا بتتلامسوا معانا أيضا. والنهاردة روح القدس هيضيف لنا إحسان جديد وبركة جديدة واختبارات حلوة جديدة منه ومن كرمه وإحسانه. بحب أعيد على كل حد النهاردة شايفنا وأقول لكم جميعا كل سنة وأنتم طيبين. بنمر بأوقات رائعة جدا سواء في التاريخ القبطي أو في التاريخ بتاعنا الميلادي العادي. الفرق حتى لو كان وقت معين، بس بنفرح قوي بالأيام الرائعة اللي بنتذكر فيها ألام وصلب وقيامة ربنا يسوع المسيح الذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا. بيشرفني يكون معايا النهاردة رجل الله المبارك القسيس عصام حداد، راعي كنيسة نورثريدج بكاليفورنيا. أهلا بك قسيس عصام. أهلا وسهلا فيك يا أخت سلوى. ربي يباركك ويباركك في كل مرة بنتبارك بوجودك. هللويا، البركة في حضور الرب. هو التوقيت الشرقي ولا التوقيت الغربي؟ يعني أنا شخصيا بالنسبة لي إن أنا كل يوم بحتفل في موت وقيامة الرب يسوع وعمل الكفارة على عود الصليب. بس ناس كتير بتسأل ليه عندكم وقت بيحتفلوا فيه في الغرب ووقت بيحتفلوا فيه في الشرق؟ في سؤال دايما بنتسأله. فأنا بقول إن في ناس بتعيد بالتاريخ القبطي، في ناس بتعيد بالتاريخ الميلادي. هو في 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 التوقيتين الشرقي والغربي. في في الكنيسه بالزبط. الغربيه في هناك اختلاف في التوقيت، بس بالزبط. مجرد اختلاف في التوقيت ومش متفقين مع بعض. بالنسبه لنا مش فارق يعني. على فكره في بعض البلاد في الشرق الاوسط اتفقوا انه عيد الميلاد يكون ب 25 ديسمبر وعيد الفصح يكون بحسب التوقيت الشرقي مش الغربي. ففي بعض البلاد يعني في الشرق الأوسط اتفقوا في هذا الموضوع فانتهت الإشكال، لكن لسه في مجموعة كبيرة لسه مصمم على الاختلاف أو الطريقة اللي تعودوا عليها. بالضبط. الرب صالح، احنا في كل يوم بنحتفل بقيامة ربنا يسوع المسيح. كل يوم كل يوم أروع حاجة في حياتنا هو. صح. وهو علشان يحبنا ولأنه أحبنا إذ كان قد أحب. بحب الحتة دي قوي. خصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. إلى المنتهى. أقول له يا حبيبي من نحن حتى تحبنا بهذا الشكل وهذه الصورة؟ هو إله عظيم وإله محب. النهاردة حلقتنا بعنوان هل يستحيل على الرب شيء؟ هو بيستحيل على الرب أي شيء؟ طبعا هنقرأ المناسبة اللي اتقالت فيها، بس لأنه لا يستحيل على الرب شيء لو بصينا في الكتاب كله من التكوين للرؤية هنشوف معاملات عجيبة جدا 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 للرب فوق الخيال فوق العقل فوق التصور بتاع أي إنسان، وعلى رأسهم الصلب والقيامة لأنه لا يستحيل على الرب شيء. خلونا نقرأ من سفر التكوين أصحاح 18 من عدد 1 ل 15، تكوين 18 من عدد 1 ل 15. بتقول كده كلمة الله: وظهر له أي لإبراهيم الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة فآخذ كسرة خبز
فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا هكذا نفعل كما تكلمت. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال أسرعي بثلاث كيلات دقيقا سميزا أعجني واصنعي خبز ملة. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله. ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم. وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. وقال له أين سارة امرأتك؟ فقال ها هي في الخيمة. فقال إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه. وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في باطنها قائلا أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ فقال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت سارة قائلة أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. فأنكرت سارة قائلا لم أضحك لأنها خافت. فقال لا بل ضحكتي. أمين. هللويا. أمين. ممكن تصلي لنا حتى الأساس. أمين. يا أبونا السماوي إلهنا الصالح المبارك نعطيك المجد والكرامة. أشكرك لأنك حي يا رب. قبل أن يتكون إبراهيم أنت كائن. نؤمن أنك أزلي وأبدي يا رب. ونؤمن يا رب أنك إله الأبجدية والزمان. صلاتنا في هذا اليوم يا رب إنك تفتح عيوننا حتى نفهم المكتوب وتعطينا يا رب فهم من عندك أنت يا رب. لأن يا رب فهمنا محدود، لكن أعطينا إعلانات بالروح القدس يا رب حتى نقدر نفهم المكتوب ونقترب يا رب أكثر إلى عرش النعم. باسم يسوع. في اسم المبارك الحي في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين. أمين. مبارك اسم الرب. هناك مستحيلات كثيرة كانت لدى الله ممكنة جدا. لما ناخد من التكوين لحد الرؤية نلاقي كثير جدا من المستحيلات. هو كان ينفع ان الرب نفسه يعبر بالشعب ويشق لهم البحر. ينفع، وان كان هذا مستحيل جدا ولم يحدث قبل هذا ولا بعده الا طبعا بعد كده في ايام يشوع. وبرضو الرب فعل كده انه شق نهر الاردن امام شعبه وعبروا في اليابسة كأن شارع ماشيين فيه. طبعا حاجات كتيرة مستحيلة كانت ممكنة. هل ينفع ان 5 ترغيفة صغيرين وسمكتين يأكلوا 5000 شخص غير الرجال والأولاد غير النساء والأولاد؟ طبعا مش ممكن، مش ممكن. لكن أمام إلهك الصالح العظيم ممكن وممكن وممكن. ممكن واحدة 90 سنة تحبل بطفل وهي في شيخوختها، شيء من رابع المستحيل، ما سمعناهوش ولا حنسمعه. لكن أمام الله لا يستحيل على الرب شيء. وهكذا أول ما تمشي في الكتاب المقدس وتشوف جدعون بجرار فارغة ينتصر، إيه ده في إيه؟ أصل الذي معنا أقوى بما لا يقاس فوق خيالنا، أقوى من الذي علينا. عشان كده إلهنا الصالح هيجي يقف مع كل واحد فينا وقفة ويقول لك أنا أقدر عليها. المشكلة اللي قدامك دي أنا أقدر عليها. الظرف اللي قدامك، المرض اللي قدامك أنا أقدر عليه. يستطيع كل شيء؟ طبعاً ليس شيء غير ممكن لدى الله. السيس عصام لمع قدامي سؤال عايز أسأله لحضرتك. تفضلي. هل وعود الله في العهد القديم
يختلف عن وعوده في العهد الجديد؟ الوعد لا يختلف لأن المصدر واحد. الله هو الذي يعد. أوكي. ويقول فيكون، يأمر فيصير. فوعد الرب هو وعد الرب. احتمال ظروف الإنسان تتغير، احتمال وقائع الظرف المحدد تختلف، لكن وعد الله هو وعد الله ما زال. لما الرب بيوعد بيوفي. ليه؟ لأنه في صفة عند الله ينفرد فيها، وكل شخص بيقترب من عرش النعمة تنطبع فيه هذه الصفة، وهذه الصفة هي الأمانة في الوعد. الأمانة غير الثبات ولا هي الثبات؟ لا، الأمانة معناته كل وعد هو بيوعده بوفيه، مسؤول عنه. هو مسؤول عنه وبوفيه. لما نشوف بسفر الجامع بتكلم عن النذور، بيقول لك أوفي للرب نذورك. ما تقول إنه سهو، يمكن غلطت أنا، تسرعت، عرفتي يعني. لا، لكن تعلم من الرب، لأن الرب دائما يفي بكل وعد يعد فيه الإنسان. ما بيخلفش في وعده أبدا، ما بتأخرش في وعده. عنده توقيت وعنده مكان وعنده أسلوب وعنده طريقة. معظم الأوقات إحنا مش فاهمين هذه الأمور طبعا. يمكن نفهم جزء بسيط منها، لكن مش فاهمين بشكل عام الأمور المتعلقة بالوعد. فلهذا السبب نتهم الله بأشياء كثيرة غلط، وهو بريء منها كليا. فالرب لما بيوعد دائما الرب يوفي، إن كان بالعهد القديم أو بالعهد الجديد. وعود الله هي وعود الله دائما أمينة صادقة، لأنه هو أيضا صادق وأمين. هو فعلا كده، لأنه هو لا يتغير وهو فوق الزمن. يعني بنبص الحاجات، ليه ربنا تأخر، ليه ربنا، لا هو ما تأخرش، بس لسه ما جاش وقته هو، صح؟ أنا بشوف أنه دائما التأخير دائما لمصلحة الإنسان. صح كده، دائما لمصلحة الإنسان. في الوقت اللي بمر فيه الإنسان وحاس أنه الرب تأخر عليه، يمكن بيكون في داخله تذمر كتير. في بعض من الناس يمكن صعب انهم يتكلموا بهذا التذمر، بس في داخلهم موجود. صح. ليه يا رب؟ يمكن ما بقولوش لاي انسان تاني، لكن موجود التذمر في داخلهم. في اعماقهم. لكن نصيحتي لكل انسان، خل عندك ثقه في ابوك السماوي. يس. ابوي السماوي عارف بكل الامور وعايز الافضل طبعا لاولاده. صح. فالتوقيت كتير مهم، توقيت الرب كتير 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 مهم. أنا عايز توقيت الرب مش توقيتي. فلهذا السبب أنا بثق في أبوي السماوي. أنا الرب في وقته أسرع به. في الوقت المعين. طيب، وعود الله دي اللي بيتممها ليها شروط معينة ولا يعني مفتوحة؟ لا، الوعد أنا رح أسكب، بس قبل ما أسكب لازم يكون في هناك عمل، لازم يكون في توبة كاملة. لازم يكون في أرض خصبة، لازم يكون الإناء نظيف، لازم استجابة الصلاة يكون صاعد، الصلاة نفسها لازم تكون صاعدة من قلب طاهر ونقي. ولازم يكون في الهدف أنه اسم الله هو اللي يتمجد، مش أنا اسمي أنا. أنا مش ببني إمبراطورية لنفسي. فهو المحور، هو المركز، هو نقطة الـ يعني الـ 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 الانطلاق. فضروري كتير أن نكون دوافعنا مقدسة. صح. حتى نشوف استجابات الصلاة. هل الله بيمتنع عن أن يستجيب لأي صلاة؟ بكل طبعا، بكل سرور. يعني ممكن الرب ما يستجيبش للصلاة. ليه؟ بتقولي ليه الرب ما بيستجيب؟ بقولك لأنه واحد من الأسباب عدم قداسة الإنسان اللي بيطلب. الصلاة اللي فورا بتوصل لعرش النعمة هي صلاة التوبة، أول صلاة. دي أول وأقوى صلاة. صح. لما أنا أرجع للرب أقول له رب أنا بتوب. صح. هاي الصلاة بسمعها فورا. ومع هذه الصلاة بتلاقي استجابة الصلاة اللي هي الرب بيغفر. طبعا. ففي رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الأول بقول لك إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. فهي أقوى صلاة وأسرع صلاة. هلأ بعد تقديس القلب بتلاقي الرب بيسمع بيصغي، لأنه صعد من قلب طاهر. صح. أنا
بفكر في الموضوع ده ان الشعب زمان غالي على قلب الرب، الرب بيحب شعبه، بس كان شعب صلب الرقبة، كان باستمرار ربنا عايزهم يتبعوه بالروح والحق، بس كانوا يتبعوه شوية ويبعدوا عنه شوية، يتبعوه شوية ويبعدوا عنه شوية. فرغم تغير حالة الإنسان، ألا الله يلتزم بوعوده؟ الرب ملتزم في الوعد، الرب ملتزم دائما في الوعد، لكن إذا الإنسان ما التزم بشروط هذا الوعد هو الخسران مش الرب. يعني لو جينا نتأمل بعض الشيء في سلوك شعب الرب في القديم، في بعض الأيام كانوا ماشيين مع الرب، كتير، بعض الأيام مش كل الأيام، لا طبعا، لكن معظم الأيام كانوا بعيدين كل البعد عن الرب. ويعني تكلم معهم عن طريق الأنبياء في نبوات كثيرة، وتكلم مع الشعب وظهر للشعب وكلم الشعب وبصوت مسموع وبروق ورعود، لكن الشعب كان دائما في 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 روح ضلال، ماشي في الطريق الغلط، مش بسمع للرب. يعني المفروض لما تعبر تطلع من أرض العبودية تدخل في البرية، برية سيناء، حتى توصل لأرض الموعد مفروض مش أكتر من شهر أو 40 يوم، أخذهم 40 سنة. يس صح. هل لأنه قلوبهم كانت طاهرة؟ هل لأنه كانوا مع الرب ماشيين، كانوا بيعملوا بحسب كلمة الله؟ لا، العكس تمام، كان تذمر مستمر، وهذا خلاهم يخسروا البركة. وكل اللي طلعوا معه ما حدش فيهم دخل أرض الموعد، أولادهم أيوة، يشوع وكالب أيوة، لكن حتى موسى ما دخلش، معظمهم مات في القبر. موسى ما دخلش، قال له الرب أنت بتشوفها، لكن بتشوفها في عينيك لكن ما تدخلش. ما هم فعلا بالرغم من أنه بيطعمهم الفترة دي كلها وبيسقيهم ماء عذب وحلو وبيقودهم بعمود النار وعمود السحاب، طب عايزين ايه تاني؟ معجزات فظيعة كان يعملها مش ممكن. الفترة دي كلها الله بيرعاهم فعلا بكمال قلبه، الله بيهديهم بمهارة يديه، ومع كده انت عارفة من سنة 70 الميلادي حتى سنة 1948 شعب الرب تبدد على كل وجه الأرض. تبدد شعب الرب، يعني بس مؤخرا اللي ابتدوا يرجعوا إلى أرض كنعان، بس مؤخرا اللي ابتدوا يرجعوا. فبتشوفي قدي قساة الرقاب، يعني ما كانوش يسمعوا، ما كانوش يخضعوا لكلمة الله، وهذا سبب خسارة كبيرة. وعلى فكرة في الاختطاف الوحيد اللي حيطلع في الاختطاف هو المولود ولادة جديدة، إذا كان من شعب الرب ولا مش من شعب الرب. اللي بده يكون يعني مستعد للاختطاف هو اللي بيطلع. حتى هلا في مؤمنين بطلوا يأمنوا في انه في اختطاف، يعني بستغرب في كنائس بتأمن انه ما فيش اختطاف، ده مجرد تعبير نفسي. يا خبر. وحتى في كنائس مش بتأمن انه في جهنم، ما فيش نار، ده كله عذاب نفسي. يا إذا احنا ما رجعناش للأركان الأساسية في كلمة الله احنا بنخسر. إذا أنا ماشي في روح ضلال ما توقعش أني أطلع في الاختطاف. إذا أنا مش بآمن أنه في اختطاف، يعني لما بدي يصير راح يخطفني غصبا عني؟ لا لا طبعا لا. فشعب الرب كله اللي مش بآمن أنه المسيح جاء قبل 2000 سنة مش هيصعد في الاختطاف. هلأ لما يصعد في الاختطاف راح يبدو في موضوع بناء الهيكل، لأنه حيستعلن ابن الهلاك اللي هو المسيح الكذاب، وحيظهر في البداية في أوروبا في روما، وبعدين بينقل على أورشليم، بيثبت عهد مع كثيرين في أسبوع واحد، الكل حيفكر أنه هو المسيح المنتظر ويلحقوا وحيجروا وراه. رح يلحقوا. بعد مرور 3 سنوات ونص بتلاقيهم اكتشفوا حقيقة هذا الشخص أنه هو مش المسيح المنتظر، ولكن المسيح الكذاب. طبعا رح يقيم، لازم يبنوا الهيكل في ذاك الوقت، لأنه بحسب دانيال 9 رح يقيم لنفسه صورة في الهيكل ويفرض على الناس أنهم يعبدوه.
ويفرض يقدموا ذبايح علامة ال 666 طبعا حتى ياخدوها. راح يسيطر على اقتصاد العالم. الذبائح انتهت سنة 70 ميلادي. ما قدموش ذبائح بعديها. فهلا بيقدروش يقدموا ذبائح لانه الهيكل مش موجود. ايوه انا عارف. فلازم يبنوا الهيكل. هذا الشيء كتير ضروري واساسي، لازم يبنوا هيكل سليمان. بس ما بيقدروا يبنوه غير لما يظهر المسيح الكذاب. والمسيح الكذاب بيظهر بعد اختطاف الكنيسة. صح. مواضيع الحقيقة شيقة ورائعة. وبتكبر وتعظم الرجاء جوانا. أحلى حاجة لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. عارفين ليه؟ لننال التبني. هو إلى خاصته جاء، خاصته لم تقبله، يس، بس كل الذين قبلوه، أنا وإنتي إنت سيسا صام، أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. إيه العز اللي إحنا فيه ده؟ لا إحنا معززنا وعيشنا في عز رائع جدا جدا يا سيس. لا طبعاً. أنا بقول له أسعد فئات البشر اللي على وجه الأرض كلها. أشكر يسوع. هي دي أولادك. امتياز. حياة امتياز. الواحد يعرف الرب ويعرف شريعة الرب فعلا. يعني ايام في ناس بتقول لي الحياة مع المسيح صعب كتير، بقول له بالعكس، الحياة بدون المسيح صعب. طبعا طبعا. لكن مع المسيح لا، المعية مع المسيح ده امتياز. هو ذا الرب قد ميز تقيه. مبارك اسم الرب. طيب ايه رأيك في العهد وفي الوعد؟ الوعد هو يعني من طرف واحد. الوعد من طرف واحد. العهد بين شخصين او بين فئتين. عرفتي؟ هلا وعد الرب انه حيعمل امور، هذا وعد الرب. بس مثلا لما بتكلم بقول هات العشور الى بيتي ليكون في بيتي طعام وجربوني ان كنت لأفيض عليكم الرب البركات وافتح قوى السماوات، يعني حتى لا توسع بمعنى او باخر، يعني حيعوض عن كل الاشياء الانسان خسرها. بس في البدايه اعمل الشيء الاساسي انك انت تقدم عشورك للرب. لازم توفي العشور للرب. يوفي العالي نذورك. النذور شيء والعشور شيء اخر. النذور أنا بوعد الرب إنه في 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 ظرف معين راح أعمل الشيء الفلاني للرب، راح أقدم الشيء الفلاني للرب، وبتم الموضوع لازم أنا زي ما وعدت أوفي. أوكي. هلا العشور هذا الشيء من مدخول الإنسان الشخصي. بنقدم، الرب أعطانا 10 عشور، بأخذ واحد منهم وبقدمه للرب حتى يبارك 9 عشور. صح. 19. يعني هذا مفتاح البركة. ده صح. والناس اللي ماشي في هذا النظام، أنا يعني بستغرب في بعض الأحيان حتى الناس اللي مش بتآمن في المسيح لكن بتآمن في مبدأ العشور، بلاقي الرب مبارك. طبعا طبعا. غريب. ده صحيح. ده غريب. صحيح. وشعب الرب اللي بيآمن في الرب لكن مش ماشي في هذا المبدأ. وبلاقي كتير من الناس في احتياج مادي باستمرار بشكل مستمر. ليه؟ أعطي الرب حقه. صح. أعطي الرب حقه. صح. يعني 10 عشور بعطيك، خد واحد منهم قدمه للرب. طبعا. خلي 19 معك لكن العشر الأخير هذا للرب، رأس يس. البركة بتقدمها للرب. صح صح. هلأ موضوع أنه اللي قرأناه بالنسبة لإبراهيم وبالنسبة لسارة، هذا شيء مستحيل. طبعا. يعني من ناحية بيولوجية. صح. ساعة المرأة أو توقيت المرأة معروف. يعني بعد فترة انتهى الموضوع. ما فيش أمل يعني ولا تفكري. ويعني هاي حكمة إلهية لأنه المرأة محتاجة تكون في ملء قوتها وشبابها ونضارتها حتى تقدر تنجب طفل وحتى تهتم في هذا الطفل. طبعا. يعني لما بتكبر في العمر من الصعب أنها تهتم فيه. فموضوع مستحيل، لكن شوف الأشياء المستحيلة على البشر
بسيطة عند الرب. بسيطة عند الرب. صح. يعني أيوب قال للرب شغل، أعطى إعلان رائع، قال قد علمت الآن، علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. كلمة يعسر يعني يصعب. طبعا ما فيش شيء صعب عليك. ده صحيح. أنا كنت بفكر في الموضوع ده الصبح وبقول له أنا الأيام دي بقرأ في سفر أيوب بتأمل فيه. فطبعا عرفنا قصة أيوب وإزاي كل أولاده فقدهم، وبعد ما مشي رحلة من أصعب ما يمكن اللي بيفقد حد من أولاده. يعني أنا بحس إن دي سكينة جت على رقبته. لا فيش طبعا. كلام إن ده أصعب حاجة طبعا. وبعدين اللي أنا واقفة قدامه دلوقتي أصدقائه اللي كانوا بيجرحوه، أنا النهاردة وقفت قدام أليفاز التيماني وبقيت أقول يا إلهي عليك يا أخي، يا إلهي عليك. يعني شرحوا تشريح وطلعوا يعني ولا حاجة، بس جه إلهي التعويضات. هللويا. عوضوا تعويض ما بعده تعويض. لا قال انت كبرت، ولا قال انت شخت، ولا قال اي، مع ان ولاده كانوا متجوزين وكبار. لكن شوف الرب عوضه ازاي، حاجه ما اروعها. الهنا اله التعويض، لا يعصر عليه امر، لا يعصر عليه امر. اوعى الشيطان يضحك عليك ويضحك عليكي ويقول لك خلاص الموضوع انتهى، ما تفكرش تاني. المرض ده خلاص ما تفكرش تاني. لا يستحيل على الرب شيء. تعرف يا أخت سلوى، في بعض الأحيان بناخد كلام الأطباء وكأنه كلام إله منزل. صح. صح. ولما نسمع كلمة الرب بنستخف فيها. جاتني طلبت صلاة، أخت تطلب صلاة لأجل شيء معين، مرض عندها. تقول الأطباء قالوا خلاص ما فيش فايدة، ما قالتش إنه الرب إلهي قادر على كل شيء، لكن قالت إنه الأطباء أعلنوا إنه ما فيش أي علاج لمرضك، لا في الشرق الأوسط ولا في أوروبا ولا في أمريكا، انتهى الموضوع. جزموا في الموضوع وقالوا إنه ما فيش أي علاج للوضع اللي هي فيه، وصدقت كلامهم وبتقول أنا تعبانة جدا جدا جدا. أقول لك أخي بكل صراحة، بدل ما تستسلم لكلام الأطباء، الأطباء بيقولوا كلام واقعي، بيقولوا كلام طبي من ناحية البيولوجية، كلام سليم إنه ما فيش علاج لهذا المرض. بس من الناحية الثانية، هل الله صعب عليه إنه يشفي مرض عسير جدا؟ أبدا أبدا أبدا. وياما شفنا معجزات. صح. واحدة من أقوى المعجزات اللي شفتها في حياتي، طفل عملوا له عملية إنزال خصة، سنتين كان عمره، وأعطوه مخدر، الأنستيجيا المخدر اللي أعطوه إياه كان زيادة، فاللي حصل معاه في هذه العملية صار عنده برين دامج. برين دامج يعني صار فيجيتابل، يعني بمعنى تاني صار المخ ملوش أي وظيفة، بقدرش يعمل أي شيء، مات المخ. الولد عايش، سنتين عمره عايش، لكن المخ ميت. فالطب بيقول انه هذا خلص انتهى، هذا عبارة عن مجرد جثة حية، لكن مش انسان، لا بفكر ولا بعمل اي نوع من الرياكشن. وصلينا وشفنا الرب عمل معجزة معه. هللويا. يعني هالكلام من 20 سنة. اسم الرب. تصور التقيت في هذا الشخص من سنتين بوالدته لهذا الشخص وسألتها عنه، قالت لي بيعمل قفز على الخيل على الأحصنة. يا يسوع. اللي قالوا إنه لا يمكن إنه هذا الإنسان خلاص انتهى. لما تقول لي بتآمن بالمعجزات، بقول لك أنا بآمن مش بالمعجزات، أنا بآمن بإله المعجزات. صح. القادر على كل شيء. هللويا. أستأذنك في مكالمة يا حضرة القسيس. معنا ابن الرب من مصر، اهلا بيك، اتفضل حضرتك على الهواء. الو. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. ازيك يا مولا؟ اهلا فيك حبوي.
بارك الله. طيب بقبل الأعياد يا مولى. الله يباركك حبيبي. تعيش. وطلعت الصلاة منك يا مولى. تفضل أخوي. كل حرب على أبنائي، حرب من عدو الخير. حرب على الدماغ؟ ايه يعني حرب على الدماغ؟ فسر شوي. بحس قوطات في دماغي كده وانا نايم. بحس بيه؟ في حرب في دماغه وهو نايم. مش عارف يعني حرب افكار؟ تجيك افكار صعبه بتجيك بالليل؟ افكار صعبه. طيب افكار لا تمجد الله؟ في حاجات بتلمسني وانا نايم كده. بتلمسك بتصحيك بالليل؟ قوة شيطانية. ايه مصدر هذه القوة؟ كنت بعمل خطان ده لانه وطن طهر. مش سمع. قول تاني لو سمحت. يعني فسر اكثر حبيبي حتى اقدر اعرف اصلي لك. في ايه؟ تخافش احكي. في حرب على ذهنه صعبة. طيب شوف، في ثلاث دوائر بحاربنا فيها عدو الخير. الدائرة الأولى، الدائرة الأولى الجسد، أمراض في الجسد، ببعث مرض على الجسد بحاربنا فيه. الدائرة الثانية النفس اللي هي المشاعر، الإرادة، الأفكار. والدائرة الثالثة الروح وعلاقتنا مع الله. إذا بصحيك بنص الليل بيعطيك أفكار، معناته الدائرة الثانية هو اللي بيستخدمها، اللي هي على شخصيتك، على تفكيرك، على قراراتك، على مشاعرك، على أحاسيسك. فهو بركز على هذه الدائرة لأنه هذه الدائرة هي اللي بتأثر عليك أنت شخصيا، وبتخليك في موقف انزعاج روحي أو نفسي، عرفت؟ فأنت نفسيا منزعج، مش قادر تكمل النوم، مش قادر تستمتع في حياتك، ما عندكش فرح، ما فيش سلام، لأنه في هناك حرب على النفس. هلأ حرب النفس أو حرب الروح أو حرب الجسد، في الكومن دينومينيتور، القاسم المشترك بين هالثلاث مراحل او هالثلاث مناطق، انا محتاج فيها كلمة الله حتى اقدر اخذ الكلمة واعلنها. ما ينفعش اقول بحاربني بالليل وبضل يصحيني في الليل، وارواح شريرة بتفوقني بالليل وبتعطيني افكار غريبة وافكار مزعجة. انت عم تعلن عمل الشيطان، لكن انت مش بتوقف عمل الشيطان، وهذا الشيء لازم ننتبه منه. لو انا عايز انه يوقف عمله، انا محتاج اني اعلن كلمة الله. يعني اعطيك وعد، بقول ويعطي حبيبه نوما. فاذا الوعد انه الرب يعطيك نوم في الوقت المفروض تنام فيه. لما بتشوف في ازعاج، انا بعلن كلمة الرب ووعد الرب الي انه بيعطيني نوم، لأني أنا حبيب الرب، الرب بحبني، فأنا بعلن هذا الوعد. بفوقك في نص الليل وبيبدأ يعطيك أفكار بتخوف، بروح لكلمة الرب. المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. الرب يسوع قالها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. مين اللي معي؟ الرب يسوع. فأنا برجع دائما للكلمة في محاربتي لهذه الأمور اللي تزعجني، خاصة في الليل. الأمور اللي بتحصل في الليل مزعجة بالليل دائما بيكون مصدرها أرواح شريرة. احتمال في بعض الأحيان يكون في عندك في البيت أشياء بنسميها reference objects، أشياء اللي بتستقطب هذه الأرواح الشريرة. يمكن في تماثيل عندك في البيت مش مفروض تكون فيها في البيت. يمكن في أمور عندك ماخدها من مكان وحط عندك في البيت، ممكن أي أعمال سحرية، أي نوع من الكتابة، أي نوع من الحجب اللي بيستخدموها، الأعمال اللي بتنعمل،
هذه كلها بيكون مربوط فيها أرواح، والأرواح شريرة وأرواح نجسة، هاي هدفها وعملها إنها تخرب بيت هذا الإنسان. فأنت انتبه لبيتك، خلي بيتك دائما مقدس. احنا بيوتنا ما فيش فيها تمثيل ولا فيها هذه الأعمال السحرية، لأنه هذه كلها بتجيب الشياطين مش بتبعد الشياطين. واحدة من الأمور الخرز الزرقاء والعين اللي بحطوها، بتفكروا أنها بتبعد عنك العين، لا بالعكس، هاي اللي بتجيب الأرواح، هاي أشياء مغناطيس للأرواح الشريرة. صح. احنا محتاجين نتحرر من هذه العادات. احنا فقدنا الاتصال يا حضرة القسيس، بس يا ريت حضرتك تتصل بينا تاني عشان القسيس يصلي معاك، لأننا فقدنا الاتصال، معلش سوري. طيب معانا الأخت مساوس من مصر، أهلا بيك يا أخت مساوس، اتفضل حضرتك على الهواء. متشكر جدا، متشكر خالص، ربي يبارك. أنا محتاج صلوات، محتاج صلوات كتير جدا، لأن أنا كنت شخص مؤمن، لكن للأسف الشديد أنا حاليا مش مؤمن خالص، بسبب بنتي توفت أصغر حادث، كانت طلبة وشابة صغيرة، لكن للأسف الشديد كانت جاية للبيت وطستها العربية وماتت في الحي. أنا في حالة شديدة جدا من الألم، الحادثة خلت البيت كله في ألم وضيق وتعب وقلق وعدم طمأنينة، لدرجة النهاردة ولادي الصبيان الاثنين متمنيين، يقولوا عايزين نركب موتوسيكل عشان يعمل حادثة ونسافر نروح لجوسي. أنا محتاج صلوات كتير جدا، لأن البيت كان في منتهى العدالة وفي منتهى الإيمان وفي منتهى المحبة وفي منتهى العطاء، صار رأسا على العقد حاليا. النهاردة ما فيش طمأنينة، في قلق، ما فيش محبة، في تعب، في ضيق، في ألم. أنا محتاج حاجات كتير جدا، صلوات كتير عشان تنقذنا وتنقذ البيت كله من اللي احنا فيه. معلش حضرة القسيس عصام، أنا محتاج من حضرتك صلوات عشان خاطر على قدر الإمكان. إن شاء الله أنا واثق إن ربنا هيقبل منك عشان خاطر يرجعني زي ما كنت. اسمي يسوع. مش بنتي مش هترجع، لكن أنا واثق إن ربنا هيعفو عني ويعفيني من الألام اللي أنا فيه. معلش أتعب حضرتك أو أتعبكم، صلوا من أجل كتير، ومن أجل والدتها، ومن أجل إخواتها، ومن أجل البيت كله. صدقوني إحنا في مرار وفي عذاب وفي ضيق وفي ألم. أنا محتاج، صدقوني محتاج كتير جدا جدا عشان خاطر ربنا يطلعنا من اللي إحنا فيه. أخوي تيموثاوس، أنت ابن الرب، أنت ابن الرب، وعدو الخير ما يقدرش يغير هذا الشيء. بنتك في عز شبابها الرب أخذها لعنده. لو أنت شايف المستقبل، أنا محتاج تترفع عني صلوات لأجل إني ضعيف. خلاص فقدت إيماني، فقدت صلتي بالرب يسوع المسيح، لأجل هذا الحادث اللي كان مفاجئ. أنا كنت معها قبلها بربع ساعة، وقبلها بعشر دقائق، وقبلها بخمس دقائق، وقبلها بثلاث دقائق، ومرة واحدة يجي التليفون يقول لي بنتك عملت حادثة وتوفت حالك. ازاي ده احنا في جايه من العالم والدين، محتاجين صلوات. طيب. احنا مش محتاجين طيب. صلوات. طيب اختي مساوس اسمعني. اوكي. محتاجين ان صلواتكم تطلع للمسيح. طيب. عشان المسيح وصلت رسالتك. اخوي تيموثاوس وصلت رسالتك. ويعني فقدنا الاتصال، سوري. اتس اوكي. سوري.
وصلت الرسالة يا أخوي تيموثاوس، ومن أصعب الأمور أنه طبعا. أب يفقد بنته أو أم تفقد بنت، أنا معاك، وهذا أمر كتير 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 صعب، مر وكأس جدا، مر 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 لأبعد حدود المرارة. أنا معك ومش من السهل، بس اسمع، أنت ابن للرب، صح، بنتك بنت الرب، الرب اختارها. لو أنت عارف المستقبل كنت أنت فرحت، لأنه الرب عارف المستقبل، أخذها في الوقت المعين، أخذها لعنده، هي موجودة في أحضان الرب، هي في محضر الله فرحانة ومرتاحة، هي في محضر الرب. هذا اللي بيعزي الإنسان، إنها في محضر الرب. رب يعزيك ويسكب بلسان الروح القدس. سمعت عن خادم أولاد الاثنين أطفال بيلعبوا ومروا على سكة الحديد وكان جاي القطار وداس الاثنين وقطعهم قطع، يا يسوع، وخادم الرب هو في ايديه اللي غسلهم، وهو في ايديه اللي كفنهم، وهو اللي دفنهم. شوف في المواقف الصعبة الرب يعطي عزاء. لا تبقى تقول انا مش مؤمن، لا انت مؤمن. ما تقولش انا مش ابن الرب، انا ابن الرب، لا انت ابن الرب، عائلتك عائلة مقدسة للرب. واحنا بنشكر الرب على هذا الظرف الصعب. خلينا نطلب تعزيات الروح القدس، تعزيات بلسان من جلعان على قلبك وقلب زوجتك والعائلة كلها في اسم الرب يسوع المسيح. نطلب من كل شعب الرب يرفعوا إليك تيموثاوس يا رب بتعزية من الروح القدس، أن الرب يعزيه. آه يا رب. أنا متأكد الناس اللي فقدت عزيز تقدر تستوعب الكلام اللي بيقوله الأخ تيموثاوس. طبعاً. طبعا يعني هذا كلام مش سهل أبدا، وأنه أب يتصل ويقول هالكلام أبدا مش سهل. خلينا نصلي. يا إلهنا الصالح يا أبونا السماوي، وبالاتفاق مع شعبك في كل مكان يا رب، يا رب. في كل مكان يا رب يصل إليه بث قناة الكرم يا رب. بنرفع الأخ تيموثاوس وزوجته وأولاده يا رب، بنرفعهم أمام عرش النعمة. أنت اخترت أنك تأخذ بنته لعندك يا رب، وهي الآن يا رب في محضرك تتعزى يا رب في حضورك يا رب. بنصلي أنك أنت تعزيهم يا سيد الرب، أسكب بلسان من عندك يا رب، أسكب زيت روحك القدوس على قلوبهم يا رب، وعزيهم بتعزيات الروح القدس في اسم الرب يسوع المسيح. أنت أمرت عزوا شعبي، عزوا شعبي يا رب. أرجوك يا رب نطلب منك تعزية ليست بقليل يا رب لابنك، حتى يرجع لعلاقته معك ويثق فيك يا رب، ويثق في قرارك الصح يا سيد الرب، في اسم المبارك، في اسم القدوس، في اسم الحي، في اسم ملك الملوك ورب الأرباب نصلي. أمين أمين. أخ تيموثاوس هنكمل صلاة ليك. الرب يطلقك في اسم يسوع من روح الحزن. الرب يطلق نفسك. الرب يطلق أسرتك من روح الحزن. وخلي بالك وإنت عارف الكلام ده، عن قريب جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. اوعى تفتكر ان اللي سافر قبلنا فقدناه للابد اطلاقا. قريب هنتقابل على السحاب. في شيء اساسي اخت سلوى، الاولاد بدهم يطلعوا في 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 موتورسايكل ويعملوا حادث حتى يروحوا عند اختهم. ما هو ده انتحار بالضبط، حيكونوا في مكان مختلف كليا ولا حيشوفوها. صح. لا صح. هذا كلام مش من الرب ابدا. يعني الخير نقبل من الرب والشر لا، لهالدرجة يعني، بس الشيء الرائع بناخده من الرب، ولما يصير في ظرف صعب في حياتنا بنرفض وبنبعد عن الرب. هل لدرجة لهالدرجة إيماننا ركيك وضعيف؟ لا لا. أيوب قال شيء رائع جدا، قال هو ذا يقتلني فإني أرجوه. بالإنجليزي بتيجي في معنى شوي مختلف، Though he slay me, I will worship him. يعني حتى لو قتلني راح أعبده. صح. خلي ثقتنا في الرب.
في هذه الظروف الصعبة وخلي إيماننا في الرب. صح. أنا بقول لك مش سهل؟ لا مش سهل أبدا. طبعا مش سهل أبدا. فاكر لما أخوي الكبير انتقل، والدتي عادت فترة طويلة يعني في إحباط نفسي صعب، والدتي مؤمنة ورابحة نفوس بتحب الرب كتير، لكن الحزن حزن. الكتاب بعلمنا لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. ما بقول ما تحزنوا بالمرة، لا لا طبعا، المؤمن عنده الحق انه يحزن على احباء واي شخص بيفقد، عنده مشاعر عنده مشاعر بحس. فمش غلط انك انت تحزن عليها، مش غلط انك تبكي عليها، لا هذا ابدا مش غلط. يعني الحزن فيه له فترة، لكن بعدين الرب بيلئم هذا الجرح. معنا كان في الكرمة أخ برضو نفس الموقف اللي أنت فيه، ولو بتشوف كيف بيخدم الرب، يعني الرب لمس قلبه وعز قلبه بتعزيات الروح القدس. يعني صعب أنه إنسان يعزي إنسان، لكن لما روح الله بعزيك ده صح، هو بيرفعك رفعة فوق بالإيمان. الرب أنا عارف أنه الرب معكم ومش سايبكم أبداً، الرب يحميكم ويبارككم ويخلي أنظاركم دائما عليه باسم الرب يسوع. أمين أمين. الرب يحسن إليك، وهنكمل صلاة لأجلك والرب يطلقك. أمين. علشان ولادك يشوفوا فيك يسوع مرة تاني ويرجع إيمانهم يترد ليهم مرة تاني بقوة باسم الرب يسوع، باسم يسوع المسيح. معنا بنت الرب من مصر، أهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء. مساء الخير يا استاذ هنا. ابن الرب كان عمل حادثه وبعدين ركبوا له 7 شرايح والحمد لله الكسور نعمت، لكن القدم الساقط عنده قدم ساقطه كده يعني مش بيتحكم فيها فتعبان قوي. واخر مره الدكتور قال له ممكن نغير مفصل، فاحنا واثقين ان ربنا يمد ايده ويتمدد معاه، لنحتاج له المفصل والقدم ترجع قدم سليمه يعني ما فيهاش سقوط ولا اي حاجه، القدم الصح. ده يبقى ابنك يا حبيبتي؟ جوز بنتي. جوز بنتي، جوز بنتها عمل حادثه وركب 7 شرايح والقدم عنده ساقط مش ثابت، فمحتاج صلاة. والدكتور بيقول له نغير مفصل الحوض. مفصل الحوض. احنا بنصلي ان ربنا يتداخل ويمد ايده، مسكين في ذراع ايد ربنا ومسكين تربط البرد وتتصدر في فعلها. هللويا. هللويا. هلا عنده عايزين يعملوا تغيير مفصل في الحوض. في الحوض لأن الرجل مش قادر يقف على رجل. مظبوط الكلام. 7 شرايح. يا يسوع. يا يسوع. هل يعسر على الرب شيء؟ يصعب أبداً. على الرب شيء؟ أبدا أبدا باسمي. هل في شيء مستحيل على الرب؟ هنصلي لها لأننا فقدنا الاتصال حتى لا يستحيل على الرب طبعا شيء. مش ممكن. هللويا. يترائف الرب عليه. مبارك اسمك يا رب. ربنا السماء، وبنرفع هذا الشخص اللي حصل معه هذا الحادث يا رب. الاطباء بيقولوا لازم تغيير يا رب في حق الفخذ، لكن انت اله معجزات يا رب. احنا مش بنامن بمعجزات، احنا بنامن فيك انت يا رب، انت اله المعجزات. بنصلي انك تمد يمينك عليه وتؤمر بالشفاء الكامل لحق الفخذ يا سيد الرب، حتى لا يحتاج إلى تغيير المفصل في اسم الرب يسوع المسيح. أنت إله المعجزات، قادر على كل شيء، وقادر تلئم العظم على بعضه يا سيد الرب، وقادر تعطيه أنه يمشي مرة تاني. ثقتنا فيك يا سيد الرب في اسم القدوس، في اسم ملك الملوك ورب الأرباب. نرفع صلاتنا اليوم بكل ثقة ويقين أنك أنت سمعت واستجبت هذه الصلاة في اسم الرب يسوع المسيح. نصلي. أمين أمين أمين. معنا الأخ مسعد، أهلا بك يا أخ مسعد، تفضل حضرتك على الهواء. مساء الخير أخت سارة، أهلا بك. أهلا بك أخويا، ربي يباركك، تفضل. أنا عاوز أقول بالنسبة لإبن الرب اللي كان بيقول عن المحرمات، أنا برضو فقدنا الاتصال، معلش عاود الاتصال بينا يا اخ مسعد. اخ
الأخ نادر معانا. نادي، أهلا بيك يا أخي نادي، اتفضل. مساء الخير. مساء الخير اللي حضرتك. عايز صلاة الجمهورية. أيوة القسيس هيصلي لك، اللي عندك حروب على ذهنك، صح كده؟ ايوه صح. الأخ نادي اللي عنده حروب على ذهنه، حد القسيس طيب اخوي محتاج نادي، سلام. الحروب عندك انت صح؟ وعلى ذهنك الحروب. فاحنا مش هنقف نتفرج، لكن مسؤوليتك انك ترفض هذه الحرب وتعلن هزيمة عدو الخير في هذه الحرب. ضروري تعلن، ضروري جدا تعلن هزيمة الشيطان وافكار الشيطان على افكارك في اسم الرب يسوع المسيح. صلي مع، قول له انا برفض، انا برفض حرب الافكار في اسم الرب يسوع المسيح، وكل فكر من عدو الخير باسم يسوع يا على ذهني على ذهني وعلى افكاري باسم يسوع يا رب، وعلى افكاري، وبغطي نفسي بدم الرب يسوع المسيح، وبغطي نفسي بدم الرب يسوع المسيح، بغطي نفسي بدم الرب يسوع، بغطي نفسي بدم الرب يسوع، وبعلن سور نار حوالي من كل جهة، وبعلن سور نار حوالي من كل جهة في اسم الرب يسوع المسيح، في اسم الرب يسوع المسيح، والشرير لا يمسني باسم يسوع، باسم الرب يسوع المسيح، باسم الرب يسوع. أمين. خلينا نصلي لك يا ابوي السماء، وبرفع ابنك الان امام عرش النعمه يا رب، وبعلن ان قدس اقداس ليك روحه ونفسه وجسده يا رب، وبعلن يا رب ان اسمه مكتوب في سفر الحياه يا رب، وبعلن يا رب الوعد اللي انت قلته في زكريا 2:5، وانا يقول السيد الرب اكون أيوة سور من نار من حولها ومش في وسطها. انا بعلن انك انت سور حمايه، في اسم سور يسوع حمايه حوالين نادي يا سيد الرب من كل جهة، وعدو الخير ما يقدرش يقرب عليه لأنه قدس أقداس ليك في اسم ملك الملوك ورب الأرباب. نصلي أمين. أمين أمين. حرية وشفاء في اسم يسوع يا أخ نادي. أمين. الأخ مسعد رجع لنا تاني، أهلا بيك يا أخ مسعد. مساء الخير عليكم ورحمة الله وبركاته، عشان المكالمة وقعنا الكلام اللي قاله العزيز عثمان ده، اللي كنت عايز أقوله للأخ ابن الرب. اما الراجل المجرد دوت في بنته، انا عايز اقول له ما تزعلش، لان انا شفت حوادث اطفال اللي هي في المطار اللي هي ماتوا ثلاثه، فقعدت تقول ثلاثه وثلاثه وتعاتب ربنا. وبعدين في نفس الاسبوع جم ناس برضه من نفس الكنيسه قالوا انا معايا اثنين وفي واحد مات، اجيب كلها شكر ربنا ان ربنا حرسك الاثنين وكذلك الاثنين. عايز اقول ليه احنا بنبص من ناحيه ان ربنا بياخد واحد ونبص لرب حرس الاولاد التانيين، والناس مش معايا؟ لا بكل تاكيد. مش معايا اولاد تاني؟ ايوه طبعا. اكيد حارسهم، اكيد ليهم هدف، اكيد ليهم ليهم قصه، لكن هو اثبت لي اكيد اكيد يعني قصتها او حياتها انتهت باي موضوع يعقوب وبص. ليه خد يعقوب وخلى بطرس؟ يعقوب قصته انتهت، لكن بطرس لسه ما انتهتش، عاوز يتألم وعاوز يبصر وعاوز يجيب. فاهم الكلام اللي بقوله؟ صح كلامك مظبوط. بس أمين. انت عارف ده انا عايز اقول لك ان الراجل سيد عز ويفرح كده ويبقى فوق التجربه وما يحزنش على بنت ربنا قدمه الاولاد الثانيه يعيش جده. امين. وفي الاخر انا اسيب هذا ربنا، ربنا هيعزيه وهنسلم من اجل ربنا يعزيه. أمين. أمين. شكرا أمين. ليك شكرا أمين. ليك. أنا مش عايز أصرف وقت البرنامج كله على هذا الموضوع، بس بنفس الوقت أي شخص بيفقد عزيز لازم يعطي نفسه فرصة للحزن. ضروري تعطي نفسك فرصة أنك تحزن، مش غلط أنك أنت تحزن، بس لا تفقد إيمانك، لا تستسلم للحزن، ما تفقد إيمانك. أنا ما زلت أؤمن بقدرة الله وبحضور الله وبرحمة الله وبمشيئة الله. أؤمن أن الرب عنده مشيئة، انتهت خدمتها الرب أخذها صح إلى بيته، فهي موجودة في محضر طبعا الله.
مهمتك انك تحافظ على عائلتك في الايمان. صح. ما تسمحش انه باقي افراد العائلة تنهار. خلي عندك هذا الايمان ينتشر في البيت وتنقذ العائلة كلها في اسم الرب يسوع. امين. معنا الاخ نسيم من الاردن. اهلا بك يا اخ نسيم، اتفضل حضرتك على الهواء. مساء الخير. اهلا بك اختي سلوى، رب يباركك. اهلا بك الاخ كسيس. ممكن اطلب منه؟ تفضل حبيبي. اه هو تفضل سمعك. تفضل حضر كسيس. اهلا. انا بطلب منك طلب الصلاة لي. انا ابواب سفر للامارات وصلي لي عدل الاولاد هناك تفتحوا لهم الابواب والسيد حواليهم. مشاكل كثيرة ما بقدر أذكرها. هلا هم معك ولا هناك؟ لا هناك، أنا مسافر اليوم بعد 3 أيام. أوكي، عندهم مشاكل هناك؟ نعم، في مشاكل تفتح على الأبواب المغلقة. آمين. في تحديات هناك. نعم في تحديات، أنا عندي 2 أولاد هناك. أيوة. آمين. امين. بتامن انه الرب معنا كل الايام ولا انقضاء الدهر؟ نعم نعم. بتامن انه الرب هو سندنا؟ يا رب. نعم. ويتكل عليك العارفين اسمك. ايوه. فاذا نعم احنا بنتكل كل اتكالنا على مين؟ على الرب. على الرب. نعم. مين اللي بيفتح الابواب؟ الرب. هو ما في سوى. بالضبط. مين اللي بيقفل الابواب؟ هو الرب، ما فيش غيره. نعم. فثقتنا في الرب. عندك إيمان في قدرة الله على صنع المعجزات؟ نعم. آمين. خلينا نصلي. خلينا نصلي. يا أبوي السماء، وبرفع ابنك أمام عرش النعمة، بعلن حضورك في حياته، حضورك في حياة عائلته وأولاده يا سيد الرب. بعلن يا رب ملاك حضرتك يا رب يتقدم يا رب في السفر، في المطار يا سيد الرب، في الإقلاع والهبوط. وبعلن يا رب رحمتك يا سيدي الرب، حنانك ومحبتك يا رب يكونوا بصورة عملية لهذه العائلة، تحسن إليهم يا رب وتسهل موضوع الشباب يا رب في اسم الرب يسوع المسيح. اعلن مجدك وسلطانك في حياتهم وافتح الأبواب المغلقة بحسب مشيئتك وترتيبك يا رب الإلهي في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين. 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 يقودك يا أخ نسيم على الدوام في اسم يسوع. بنعتذر للأخت نهى لأن الخط فعلا وقع مننا، فتسلبينا تاني، معلش تأخرنا عليكي، بس خطوط مصر برضو بتفصل معنا. معنا الأخت إستر من مصر. أهلا بيكي يا أخت إستر، تفضلي حضرتك على الهواء. أهلا بيكي يا أخت سلوى. اهلا بيك. ازيك يا اخت سلوى؟ ربنا يباركك. شكرا ويباركك يا حبيبتي. عايزه اكلم بس عايزه اكلم الاستفام. هو سامعك يا روحي. اهلا بيك. اتفضلي. اهلا بيك يا استفام. انا بس كتفي واجعني، كتفي واجعني، وبعدين رحت كشف قال لي في وتر مقطوع، فانا قالوا لي لازم عمليه. اوكي. وعايزه حضرتك تصليلي. طيب. علشان انا مش عايزه اعمل عمليه وعايزه ايد الرب. اوكي. اي كتف، اليمين ولا اليسار؟ لا كتف اليمين. وبعدين عندي نفسي برضه تعبانه، عندها ورم، فعايزه تصليلها. مين بنت التاني؟ بنت حضرتك؟ بنتي عندها ورم ليفي على الطحن. ورم ليفي على الطحن. اوكي. الرحم. اوكي. تأمن ان الرب قادر على كل شيء؟ بسم يسوع. ايوه طبعا، ده انا بنت الرب. انا بنت ربنا. بتأمن انه الغير مستطاع عند البشر عنده مستطاع؟ طبعا ما فيش غيره مستطاع. وبتأمني انه لا يستحيل عليه شيء؟ يا رب. ابدا ابدا. هللويا هللويا. خلينا نصلي. خلينا نصلي. يا ابوي السماء، وبنتك قدامك يا رب. بنتك قدامك يا رب. تعلن ايمانها فيك يا رب، وتطلب انك تلمس الكتف والوتر المقطوع
يا رب عايزين يعملوا عملية، وهذا الشيء الطبيعي، هذا الشيء المنطقي، هذا الشيء اللي أي طبيب بيقول عليه يا رب. لكن بنتك عندها إيمان إنك أنت توصل يا رب هذا الوتر المقطوع وما يكونش مقطوع فيما بعد يا رب، لكن أنت تعطي الشفاء الكامل وترفع عنها الوجع. وإحنا اليوم يا رب نتفق معها في هذه الطلبة، وشعبك في كل مكان يا رب يتفق معها في هذه الطلبة في اسم الرب يسوع المسيح. وبالنسبة لبنت يا رب اللي عندها ورم ليفي يا رب في الرحم، بنصلي إنه بالروح القدس يا رب تعمل معجزة معها يا رب، يختفي هذا الورم الليفي اللي على الرحم يا رب، اختفاء كامل يا رب بطريقتك أنت. أنت إله المعجزات، أنت خلاق في معجزاتك يا رب. في اسم الرب يسوع المسيح مد يمينك على بنتها يا رب واشفي الرحم شفاء كامل باسم قدوس القديسين في اسم الرب يسوع المسيح. أمين أمين. رب صالح. معنا الأخت نهال من لندن. أهلا بيك يا أخت نهال، تفضلي حضرتك على سلام ونعمة. سلام ونعمة يا أخت سلوى حبيبتي، برحب بحضرتك منورة الشاشة، وربنا يستخدمك أكثر وأكثر. شكرا. وبرحب بحضرتك القديس عصام اللي بشكره من كل قلبي، لأنه قال في البداية خالص إن القيامة هي كل يوم. بنحتفل بتاريخ معين، لكن فرحة قيامته دائما فينا كل يوم من ايام حياتنا. هللويا. انا وحضراتكم والمشاهدين طيبين ومتمتعين بقيامه هذا الاله العظيم، وعايشين فرحانين ومنتصرين. هللويا. لان بموته صار لينا حياه، وبقيامته صار لينا نصره. ندخل بقى في الحته المهمه يا حضره القسيس. حضرتك سالت يا قسيس عصام في حته الاستجابه، وقلت هل يمتنع الله ان يستجيب؟ حضرتك قلت نعم، ربما لعدم قداسة الإنسان أو لأي سبب آخر. بس أنا كمان عايز أقول في رأيي المتواضع إنه الله دايما بيستجيب. أوكي. بس الاستجابة بتاعته ثلاث أنواع لطلبتي. يا إما بيقول لي نعم أنا موافق على طلبك يا نهال، يا إما بيقول لي لأ أنا مش موافق، يا إما بيقول لي انتظري. ففي الثلاث حالات الله استجاب. بس إحنا حصرنا حتة الاستجابة إنه لازم الله يوقع أو يمضي بالموقع على طلبي. معرفش حضرة القسيس إذا توصل الفكرة ولا لأ. الحتة الثانية وهي استني مش بس مهمة لكنها شائكة في نفس الوقت، ممكن تزعل ناس مني بخصوص وعود الله. كلنا متفقين إن وعود الله هي صادقة، لأنه هو الصادق الأمين الذي لا يكذب ولا يغير ما خرج من شفتيه. لكن ساعات كتيرة بيتهيأ لنا، وأنا من ضمنكم، أنه من كثرة اشتياقنا للطلبة المعينة دي أنه الله هو اللي وعدني بيها، وبالتالي بزعل منه وباخد على خاطري لأنه لم يتمم ولم ينفذ وعده، بينما الله بريء تماما من هذه الوعود. هو في الواقع لم يتكلم ولم يعد. فياريت ما نظلمش الله ونكون بنعرف نميز هل هذا هو صوت الرب ليا ولا ده صوتي أنا وصوت رغباتي أنا لنفسي. عشان كده يا حضرة القسيس عصام نفسي حضرتك تفرق لنا ما بين الوعود العامة والوعود الخاصة. هشرح كلامي. في وعود عامة لكل أولاده، وإن كل اللي هيجيله هيقبله بدون قيود ولا شروط، لأنه هو وعد من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. فنستب. أو مثلا تاني، إن أتمسك بخلاص أولادي وأقدر أقول له بملء الفم، أنت قلت يا رب، أنت وعدت يا رب تخلص أنت وأهل بيتك، وإن شهوة قلبك إن الجميع يخلصون، وإلى معرفة الحق القلوب. فطلبتي منك ووعدك ليا في هذا الأمر مفروغ منه. لكن أنا ممكن أقول له بقى، أنت وعدت إنك تديني زواج ناجح، وأنا أساسا ما استشرتهوش في شريك حياتي، ما أقدرش أرجع أقول له أنت لم تنفذ وعدك. او مثلا اكون اتهورت وحطيت رجلي في بيزنس كبير وللاسف المشروع فشل وخسرت كل اموالي، ما اقدرش اجي الوم على الرب واقول له انت قلت انك هتضمن لي النجاح وانا لم اخذ منه المشروع اساسا على الاقبال على المشروع وهكذا. فنفسي يا حضره القسيس من فضلك وضح لنا الفرق اكتر والقي الضوء على الحته دي، لانه في ناس واقعين في ربنا
صالح مع الرب وتكون علاقتنا جميعا من مجد لمجد ومن قوة لقوة. واخر حاجة اختم بيها كلامي كلمة على قلبي للاخ تيموثاوس، انا عارفة ان حضراتكم اتكلمتوا كتير لكن انا عايزة بجد اقول له انا شخصيا لن اتوقف عن الصلاة من اجلك ومن اجل الاسرة كلها، وانا متأكدة ان المشاهدين كلهم هيرفعوا في الصلاة لان فراق الغاليين صعب جدا، بس صدقني صدقني تعزيات الرب ليست بقليلة، التجربة صعبة وقاسية جدا، واذا كنا احنا متأثرين ومتضايقين كم وكم الهك الجميل اللي مكتوب عنه انه في كل ضيق تضايق وملاك رحمته هيجي وهيخلص، ودموعك ودموع والدتها محفوظة عند الرب في رزق عنده، ثق ان هو الوحيد اللي هيقدر يعين المجربين، وصدقني كلنا معزوم متعبون بس هنصلي انه في قوة تخرج منه لحياتك وحياة الوالدة والاخوات ويرجع أمين. باسم يسوع الفرح والسلام لكل البيت مرة اخرى. هللويا امين. هللويا. اختي نهال بس عندي سؤال بسيط في النهاية، الساعة كام عندك؟ الساعة دلوقتي عندنا 11 الا 3 بالليل. يس. المظبوط. انا متشجع فيكي لانه باستمرار عندك الـ يعني الـ 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 الشغف والمحب انه تشتركي معنا في هذا البرنامج. يس. وان شاء الله رب ربنا يباركك يا حضره. امين. والرب يفتح المجال انه نستضيفك معنا في البرنامج يوم لما تيجي لوس انجلوس. مرحب فيكي في اسم الرب يسوع. ال 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 البند الاول اللي حكيتي فيه انه يعني الله انه ما بيستجيب الصلاه، التفاصيل اللي حكيتيها حلوه وهذه التفاصيل واقعيه، يعني طبعا هو في كل صلاه بيستجيب لكن بطرق مختلفه، ممكن ممكن لا، ممكن انتظر. فبس انا حبيت اقول انه في استجابه الصلاه لما تكون بحسب مشيئه الله، اذا الرب ما استجاب معناته في شيء معطل، بس دائما ننتظر امام الرب، وهذا الشيء اللي احنا بنفتقر له كمؤمنين انه ننتظر امام الرب. تعودنا كل شيء بسرعه، يعني كل شيء زي المايكرويف، لكن الرب ما عندوش مايكرويف، ما عندوش الاشياء السريعه. فالرب كل شيء في وقته بيعمله بدقه لا متناهيه. فلهذا السبب مهم انه نثق في الرب وننتظر امامه. بالنسبه للوعود العامه والوعود الخاصه، الوعود العامه هي الوعود اللي بتنطبق على كل شخص مؤمن، انا معك كل الايام ولانقضاء الدهر. الوعود الخاصه اذا كان في عندي ظرف خاص وطلبت راي الرب وقال للرب امشي فيها وحباركك في هذا الموضوع اللي انت ماشي فيه، هذا وعد خاص. لما الرب يعطيني الوعد الخاص ساعتها انا بثق انه الرب راح يتمم. مصبوح. لكن ما اخدش واحد عام واعمله خاص الي انا والرب ما تكلمش. صح. عرفتي؟ بس لا هو الكلام ده صحيح، يعني احيانا لما بيكون زي ما كانت بتقول اخت نهال احنا محتاجين لامر معين فبيتهيأ لنا واحنا سعداء بهذا الامر انه يتم، بيتهيأ لنا ان الرب وعدنا انه هيتممه، في حين ان ممكن يكون الرب يعني ابعد ما يكون عن هذا الموقف. طيب انا لما الرب وعدني بشيء عاده بيعطيني وعد من الكتاب اولا، ثانيا بيعطيني تاكيد من الناس اللي حوالي الروحيين، ثالثا بيعطيني رؤى، بيعطيني اعلانات اللي انا مش طالبها ابدا، لكن هو اللي بيرافق او بيأيد الارشاد عن طريق امور والروح القدس بتاكد جوانا بيتكلم باستمرار. هلا بالنسبه لصوت الروح القدس بيعتمد اذا الانسان في عنده تمييز لسماع. طيب استاذنك في اخ بيتصل من مصر من كرت والكرت قرب يخلص. اهلا بيك يا اخ منير، تفضل حضرتك على الهواء، اسفين لانتظارك. تفضل. مساء الخير. مساء النور. عايزين طب صلاة لزوجتي بنت اسحاق، عندها عملية بعد شهر رمضان للظهر، عندها
انزلاق غضروفي، واحنا منتظرين الرب يعمل معجزه معاها ويدخل معاها غرفه العمليات، وفي نفس الوقت مستنيين زي عيد القيامه اللي احنا داخلين عليه كده ان الرب يقيمها من كل ضعف. وانا يسوع. عندي ثقه في صلواتكم الرب يتدخل معها ويقول لنا بالضبط يا ترى نعمل العمليه جراحه ولا نعملها في التردد الحراري. احنا حاطين الامر ده قدام الرب لان هي خايفه فعلا من ان هي تعمل جراحه العمود الفقري، وفي عندنا التردد الحراري والحق، واحنا حاطين الامر برغمته قدام الرب. ننتظر صلواتكم والرب يحقق فيها غرضه في شفائها. ايه الخيارين؟ بالمناسبه اللي احنا داخلين فيها في عيد القيامه. شكرا لكم. ثانية واحدة لو سمحت أخ منير، ثانية واحدة، في خيارين إنها تعمل جراحة أو الحاجة التانية إيه؟ التردد الحراري أو الحقن. الحقن. في حاجة اسمها تردد حراري أو حقن. نعم. تردد حراري أو حقن. أو الجراح. أو الجراح. فيها كان بخطرها. التردد الحراري والحق ما لهمش سايد افكت. فاحنا حاطين الاثنين الموضوعين. يا ترى يا رب نعمل ايه احنا مستنيين مشهورا منه. ما يأمر بها الرب هنعمل. باسم يسوع امين. يا ابونا السماوي نرفع الاخت ايفيت امام عرش النعمه. يا رب شايف الانزلاق الغضروفي وشايف الألم اللي هي فيه يا رب. يسوع يا رب. بنصلي يمينك تكون على مكان الألم. يا رب. زي ما تكلمت لقائد المياه قلت له ابنك شفي. راح البيت لقى إنه في الوقت اللي أنت نطقت فيه. أيوة يا رب. الولد شفي يا سيد الرب. إحنا بنصلي إنك تقول كلمة لإيفيت. باسم يسوع. وتأمر هذا الانزلاق الغضروفي بالاختفاء الكامل. في اسم الرب يسوع المسيح، حتى لا يكون لا هذا الخيار ولا الخيار الثاني يا سيد الرب، لا جراحة ولا الحقن يا سيدي. في اسم الرب يسوع المسيح احنا بنؤمن فيك يا رب، ايماننا فيك قادر على كل شيء. وياما يا رب، ياما يا رب، في كل حلقة يا رب نسمع استجابات صلاة يا سيد الرب عن الامور اللي انت بتعملها مع الناس، وشعبك يا رب يثق فيك وبيأمن فيك إنك إله قادر على كل المعجزات. في اسم ملك الملوك ورب الأرباب بنفعل إيماننا، واثقين إنك سمعت واستجبت الصلاة. آمين. مبارك اسم الرب. معنا الأخت سناء من مصر. أهلا بيك يا أخت سناء. تفضلي حضرتك على الهواء، وطي التلفزيون، اسمعينا من التليفون بس. تفضلي. مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك. مش سامعين كويس، تفضلي قولي تاني. عايزه اتكلم من الاسئله. هو سامعك. تفضلي اختي انا سامع. تفضلي. مساء الورد. كنت عايزه اسال حضرتك علشان اخت سناء انت بتكلمينا من السبيكر؟ لا كلمينا من التليفون العادي لان الخط بيقطع في السبيكر لو سمحتي. معلش. شكرا، اتفضلي. كنت كلمت الاساس عصام على بنتي اللي بتنقل من تامين الصحه لوزاره الصحه. ايوه. ولسه ما كملش الموضوع في الرجاء من حد. برضه فاكر موضوع التأمين الصحي. ايوه. ولسه ما تمش موضوع النقل. يا رب نطلب منك تداخل الهي. يا رب قل كلمه، قل كلمه يا رب، ارسل كلمتك يا رب على التأمين الصحي، ولتكن مشيئتك يا رب. بنرضى بالمشيئه الالهيه يا سيد الرب، ونثق انك عايز دايما الافضل لاولادك يا رب. برفع امامك هذا الموضوع، واثق انك سمعت واستجبت يا رب. كمل عملك مع بنتك في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. امين 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 يا اخت سناء، ربي يتمجد. معنا الاخ عماد من مصر.
اهلا بيك يا اخي عماد، اتفضل حضرتك على الهواء. اهلا بحضرتك يا اخت حلوه. اهلا بيك. اهلا بحضرتك بسيط عصام. هلا بيك. الرب يعدكم بالقوه. امين. اهلا بيكم. انا بصلي باسم الرب يسوع، ربنا يجي بزياره الهية لمسات شفاء. امين. اله عظيم، اله مستحيل يستطيع كل شيء ولا يحصل عليه. هللويا. ممكن ربنا يكون سامح بالعالم بس هيديك قوه، بس انت ربنا في تجربه جديده بينا بحب اسمعها. تقول كل اله مكسور متشدد، رب جمالك يظهر فيه هيبان، يا ريت كل النفوس تختبر حياه مع المسيح. مناسك نظري فعدد جميل فيها يقول لينا رسيد النعمة هيفضل من جنبك دايما هيفيد، وقت ما نلعب وقت ما نفشل تنحدى الصندة وتعبيد، وانا سيبنا في وسط الذرية بس عايزين نفوس تعيش المسيح بكل جذبها، ما عادش في وقت الرب على الأبواب خلاص، وعايزين نشهد على عمر الرب ونقول اللي حوالينا الرب جاي، هو هينقذنا من الخطر الهاتف، يا ريت كل نفوس تقدر الدم اللي طلع على الطريق، ومفيش دخول السماء الا عن طريق الشخص الرب يسوع تبارك اسمه، اللي دفع اغلى ثمن على الطريق بالدم الغالي، كفايه الوعد الجميل، اكيد كل شخص احتمى في المسيح زي ما هو بيقول، هذا هو الوعد الذي وعد هو به الحياه الابديه. مقدرت الدم اللي طلع على الطريق، رب يبارك. شكرا ليك، يباركك الرب. معانا ابن الرب من امريكا، اهلا وسهلا بيك، اتفضل حضرتك على الهواء. ازيك يا اختنا الغاليه سلوى؟ اهلا وسهلا بنت الرب الغاليه، وغالي على قلب الرب على قلوب الجميع. شكرا ليك وجناب القسيس الفاضل عصام، مليان بالقداسه والمحبه، يباركك محبوب للجميع. يس. والحقيقه دايما دائم الصلاه، وانا بحيي في الرب اللي جوه يعني. فين صراع من فضلك يا جناب الاسيس؟ تفضل حبيبي. اول حاجه ورق الاميجريشن مرغبط معايا شويه. وانا عملت مقابله وناقشت مقابله. انا بسبب مشاكل صحيه وديت اوراق، والاوراق يعني ما قالوا لي لازم تجيب حاجات ثانيه. من فضلك انا ليا مقابله ثانيه. وايا كانت انا عايز صلاه وشاركني فيها، وان الرب يكون موجود في الامر ده وينهيه، لان احنا انا طلبته لكن هو تقلنا. الرب يتدخل في الامر ده. المقابله الثانيه امتى؟ حاجات كثيره قوي. المقابله الثانيه امتى؟ هو هم طالبين اوراق قريب، المفروض ان انا اوديها في خلال مده قريبه قوي. وده من خلال الدكاتره. وبعد ما اوديها هم يحددوا لي وقت ممكن في خلال شهر ونص او شهرين بالكثير. اوكي. الطلبه الثانيه من فضلك على وجه السرعه عشان برضو ادي فرصه للاخرين. في ناس قريبين قوي عاملين شر وتفكيك داخل الاسره. وناس كل ما يعني شويه عملوا مشعبلات وحاجات كده صعبه قوي، وامور قوي بتفكك الاسره وتخلي الامور صعبه علينا قوي، وتجيب مشاكل صعبه شديده. من فضلك صلاه لوقف قوى الشر دي، ويجي بهدوء داخل الاسره. والرب اكيد معجزاته كثيره معايا ودائمه، وبقرع من المشاكل الكتيره اللي متعاقبه دي، اذا كانت دي او اي حاجه ثانيه، باختبارات وامور عظيمه، لان الرب صالح معايا ومع الاسره، بس المحاربات شديده قوي. من فضلك صلي من اجل الامر ده. والاخت سلوى اساسا ليها قناه، ليها برنامج دائمه الصلاه، فمن فضلك صلوا لنا من قلبك من اجل الامر ده، والرب يبارككم ويحفظكم. اخوي ابن الرب، بس بقول لك شيء، إذا أنت بتمر بحرب روحية معناته في شيء صح أنت بتعمله. فهذه الحرب أنت في 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 السنتر، أنت في المركز فيها. على العائلة كلها، أنت كاهن البيت وأنت شخص مؤمن مختبر الرب وعارف قوة وقدرة الله ومواعيد الله. ظاهر أنه أنت محتاج أنه تقف في الثغر عن العائلة. احنا بنقف معك، بس انت كاهن العائلة، وانا عايزك تقف في وسط العائلة وتعلن
حضور الرب وتعلن انه بطلان جميع الحرب الروحيه اللي عليك على زوجتك على اولادك لانك انت الكاهن فالرب اعطاك السلطان لازم تستخدم سلطانك بقوه لانه سلطانك قوي انا اعطيك سلطان ان تدوس الحياه والعقارب وكل قوه العدو ولا يضركم شيء فالرب اعطاك هذا السلطان عندك الكلمه النبويه المكتوبه عندك الكتاب المقدس ووعود الله هي تحت تصرفك فالرب أعطاك كل الإمكانيات أنك أنت تهزم عدو الخير في الحرب اللي أنت بتمر فيها ما تسمحلوش يرمي سهم على بيتك ما تسمحلوش يرمي نار على بيتك ما تسمحلوش يخرب بيتك هذا موضوع بعود إليك أنت لأن هذا بيتك أنت كاهن البيت فأنا بشجعك أنك تقف وسط البيت وتقول أنا بنتهر عدو الخير بنتهرك يا عدو الخير عن بيتي عن عائلتي عن أولادي وبحط خط الدم ما تقدرش تتعدى عليه أنا محمي بقوة دم الرب يسوع لأنه مكتوب هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم وأيضا الكلمة بتقول في رسالة بطرس الرسول الأولى الإصحاح الأول عدد 5 بقول أنتم الذين بقوة الله محروسون أنت محروس بيتك محروس اعلن حراسة الرب إليك لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك على الأيدي يحملونك لئلا تصطدم بحجر رجلك الأسد والسلطة الشبلة والثعبان تدوس فهذه مسؤوليتك احنا بنوقف معك ولا رح نصلي باسم يسوع. الرب يسوع احنا يا رب بنعلن حضورك يا رب يا بنعلن رب. يا رب سلطانك لابنك يا رب يستخدم هذا السلطان ويعيش بفرح وبسلام يا رب بحضورك وبحضور روحك القدوس في البيت مع عائلته واولاده يا رب باسم ملك الملوك ورب الارباب باسم الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد نصلي آمين آمين معنا الأخت عفاف من النمسا أهلا بيكي أخت عفاف تفضلي حضرتك على الهواء أهلا أخت سلوى أهلا بيكي أهلا بيكي أهلا بيكي أهلا يباركك يا روحي سلام ونعمة بيكو وليك أنا محتاجة طلبة صلاة من أجل أختي بقالها عندها في أبحث بقالها 5 شهور دلوقتي يا اليوم اللي تاكل فيه تاكل هداية حتى الأدوية مش قادرة تبلعها ولا تاخدها منع الأكل خالص وده هدف من الحياة ونحن منتظرين إيد الرب طيب هي عندك؟ لا أنا في النمسا وهي في مصر طيب إيه سبب الاكتئاب؟ إيه سبب الاكتئاب؟ عندها ظروف في البيت عندها بنت مريضة وعندها جوزها مريض ومع كل الضغوطات اللي هي عايشاها والحياة مرة واحدة ما نعرفش اللي حصلنا طيب هي اختبرت الرب عندها اختبار شخصي ولدت هي مؤمنة مشتركة على مائدة الرب اوكي شوفي اقولك بكل صراحة وبكل امانة مش صح ابدا انه شخص مؤمن يكون عنده اكتئاب لفترة يعني ممكن أمر بشعور يمكن يوم أو أقل من يوم بالاكتئاب بس بعدين أطلع منه فورا لأنه الوصية الكتابية افرحوا في الرب كل حين وأقوله أيضا افرحوا فأنا ما أقدرش أعيش في الاكتئاب لأنه إلهي مش إله الاكتئاب فلما الشخص بيستمر في حياة الاكتئاب معناته في أمور هو بعملها مش صح حضور الاجتماعات كتير مهم قراءة الكتاب المقدس كتير مهم حياة الصلاة مهمة مهما كانت الظروف قاسية في البيت أنا ما أقدرش أتخلى عن وسائط النعمة 5 اللي هي قراءة الكتاب الصلاة المخدعية يعني إلها خلوة مع الرب حضور الاجتماعات البشارة أشارك المسيح مع الأشخاص الآخرين عرفتي خدمة الرب كسر الخبز مع الإخوة المؤمنين هاي وسائط النعمة 5 في سفر أعمال الرسل بقولنا كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات لما أنا في هالوسائط 5 ما فيش أي مجال للإحباط النفسي لكن لما بعيش فترة في الإحباط النفسي معناته في أشياء بعملها غلط
لازم أرجع أفحص نفسي. الكتاب علمنا أذكر من أين سقط وتب وارجع أعمل الأعمال الأولى، يعني زي ما كنت تعمل أول في بداية إيمانك. أختك اختبرت الرب، معناته عارفة عن فرح الرب، عارفة عن لمسات الروح القدس، عارفة هذه الأمور جميعها. فأنا بشجعك تشجعيها أنها ترجع وتمارس هذه الوسائط الخمسة، وسائط النعمة. وباسم الرب يسوع بنصلي أنه باسم يسوع ترفض هذا الروح. أنا دائما بشبه روح الاكتئاب تماما زي العارف اللي بيكون لابس رداء أسود كبير طويل، يعني دائر كبير، وبيجي شخص لابس هذا الرداء وبرميه عليك فبيغطيك، بتصير مغطى، انت متغطي غطاء كامل أسود. هذا الاكتئاب. أنا برفض هذا التوب، أنا برفض هذه الروح باسم الرب يسوع. هي مش لي، أنا ابن الرب، أنا أفرح في الرب كل حين. اوكي، وقلنا الكتاب لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم، هو قوتكم. فهي أشياء أساسية في حياة الإيمان ما أقدرش أتغاضى عنها وأفكر أنه بسبب صلاة أنه الموضوع حيتغير. لا، أنا لازم أرفض روح الاكتئاب. أمين. ذكرت الشغلة الأساسية، عندها مشاكل في البيت أو عندها تحديات في البيت، وأنا بشكر الرب أن التحديات محدودة مش غير محدودة. يعني كان ممكن تكون أصعب بكتير. امبارح شخص قال لي أختي صار عمرها 70-75 سنة وهي بتهتم بأخوي اللي مقعد. قال لي في أكثر من 50 سنة هي بتهتم في كل شيء، هو مش قادر يعني ياخد باله من نفسه. فهذا الشغل كتير صعب وحمل وعبء طبعا. بس قال لي الشغلة المضبوط شجعتني كتير، قال لي أنا بحياتي ما شفتها زعلانة أو تعبانة أو أبدا، متزمرة. ولا أي نوع من التذمر، دائما فرحانة. ليك المجد يا رب. فالرب بيعطي نعمة، عظيم إيمانها. الرب بيعطي نعمة. الرب يعطيك أنت النعمة ويملأ قلبها بالنعمة في اسم الرب يسوع. أمين أمين أمين. أحبائي المشاهدين، خلينا نطلع فاصل نسمع ترنيمة ونرجع تاني ونجيب طلبات الصلاة اللي مستنيانا في الكنترول روم. خلونا نسمع الترنيمة مع بعض. يسمع ويستجيب كالنسر جد
بطل ورفض تعيش في الكاسرة اتشدد يا بطل في صليب وداك القوة اتشدد يا بطل ده إلهك صاحب القدرة اتشد بقوة سيدك وعيش عشت الأبطال قول لأ زي يوسف يديك قوة في الحال لو جه مشهد جلياتي لا تخاف محبوس في ايدك وعلى بصوت تسبيحك واسجد له زي دانيال اتشدد يا بطل وارفع رايات النصرة اتشدد يا بطل وارفض تعيش في الكاسرة اتشدد يا بطل في صليب وداك القوة اتشدد يا بطل ده إلهك صاحب فوق كل رياء
رياسة وسلطان وقوة ورياسة وكل سنان فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل يسوع هو العلي وبقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح لنغني حمدا لله الذي يقودنا في موكبي نصرته في المسيح لنغني حمدا لله الذي يقودنا في موكبي نصرته في المسيح ويظهر بنا ما يعرف به ويمجد ابنه يسوع المسيح وبقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح وبقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح مبارك اسم الرب لأنه لا يستحيل على الرب شيء عشان كده احنا واثقين أن الذي معنا أقوى من الذي علينا أيا كانت الظروف التي نواجهها في الغربة وفي البرية فالذي معنا أقوى والذي معنا أعظم والذي فينا أقوى بكتير من الذي في العالم أي إبليس اهلا بكم مره تاني احبائي المشاهدين اهلا بك قسيس عصام وانا عارفه ان في كميات من طلبات الصلاه التي جاءت الى حضرتك على الفايبر في جعبتي ومكتوبه فممكن نبتدي فيها ولو جت في النص مكالمه ممكن ناخدها امين الاخت بولين توما بتقول زوجي غير مؤمن وبتطلب الصلاه لاجله أمين إن الرب يلمس قلبه في اسم الرب يسوع. أماني هاني بتقول أمين في اسم يسوع مد إيدك على ابنك بشوي من فضلك مد إيدك عليه قبل الدكاترة من فضلك رجله بين إيديك رجعه زي الأول من فضلك رجع ابنك بشوي زي الأول واسند أمه وأبوه واعمل معجزة نشهد به من فضلك أنت تقدر يسوع. أمين يا رب في اسم الرب يسوع المسيح. يوسف سمير بيقول صلاة شفاء من أجل أطفالي سارة ويوسف عندهم ضمور بالدماغ صعب صعب الرب يلمس سارة ويوسف في اسم الرب يسوع المسيح أيضا مارلين كميل بتقول تطلب أن الرب يخلق لها ركب جديدة وظاهر قوي يشفي الجسد ويحررها من الألم حتى تقدر تخدم أولادها في اسم يسوع المسيح أمين أختي مارلين الرب يلمس جسدك في اسم يسوع وصفي حلمي أذكرون في صلاتكم محتاج صلاة قوية أمين يا رب إيليا ناصف بقول ربنا يبارككم أذكروني في الصلاة أمين أوكي هي طلبتين إجت بتقول إنه أذكروني في الصلاة بس نذكر إيه يعني محتاجين شوية تعليمات حتى نقدر نصلي صح روماني إبراهيم أذكروني في صلواتكم كمان نفس الشيء بلبل بتقول أرجو صلاة الكنيسة من أجل أن يرزق ابني ببنت الحلال ويفك كل عمل شرير علي اللي معطل الارتباط أرجوك لأنه عمره 38 سنة وناس أشرار أبعدهم يبعدهم عنه يا رب أمين في اسم الرب يسوع المسيح وحيد فخري بقول اذكروني في صلاتكم وحيد بأسرته برضو كمان نفس الشيء يعني مش عارفين نصلي لإيه حدد طلبتك رامي جيكب بقول صلوا من أجلي ومن أجل بيتي نصلي إيه يا ريت نحدد طلبة الصلاة نجاح نجاح يوسف بقول صلوا من أجلي برضو كمان يعني طلبة صلاة ملهاش محور لازم يكون في محور سوسن نجيب بتقول يا رب حط إيدك على بيتي وعلى عائلتي واللي كل بيت فيه مشاكل واضطهاد باسمك القدوس امين يا رب نتفق معك اختي سوسن نايجث مايك بتقول صلي من اجل اختي او ابن اختي مريض كتير يا رب هذا الشاب يا رب
مش عارفين مرض، ولكن انت عارف من نعم صلي لمس لهذا الشاب في اسم أيوة الرب يا يسوع المسيح. امين يا رب، امين يا رب. في اسم يسوع. ابتسام جورج بتقول صلوا الرب يغير مجرى حياتي، اشوف اعدائي محبين لي ينصرني ويغلب قوة الاشرار بقوة الروح القدس. امين اختي ابتسام، امين. نتفق معك في هذه الصلاة. سامي بديع بيقول محتاج صلاة، تعبان، الشيطان مش سايبني في حالي، بيحاربني في كل حاجة، أرجوكم اذكروني في صلواتكم. أمين حبيبي أخوي سامي، إذا أنت مؤمن في الرب خد سلطانك وقاوم إبليس. الكتاب بعلمنا بقولنا قاوم إبليس فيهرب منكم. علي هندي بيقول سلام المسيح عليك أخت سلوى والأسيس عصام، محتاج صلاة لي وأهلي وإخواني لأني تعبان وأمر بحرب في الذهن، حرب ذهنية. نفس الشيء، نفس الشيء. يعني إحنا عندنا سلطان على الأمور اللي إحنا بنمر فيها، على الظروف اللي بنمر فيها، لازم نمارس هذا السلطان ضروري. بنفكر إنه ناخد المساعدة من برا، لا، المساعدة من الداخل. هو الضعف الروحي آه بيخلي الذهن بيتحارب. هو كل ما ندخل أعماق روحية كل ما السلطان عندنا بيزيد، عشان كده ما نستسلمش للضعف الروحي، ضروري الحال. آه. فيبي ملاك بتقول صلاة من أجل كل أسرتي وإخواتي وكل المتضايقين. أمين يا رب. عماد راتب بقول مخلصنا وإلهنا يسوع قرب إلينا أكتر من قرب النفس من الجسد، لذلك هو يأتي يفتح أبواب القلب المغلقة ويسكب علينا غناه وخيراته السماوية. أمين. هو اللي قال اسألوا تعطوا and so forth. أمين أخوي، نستمر في هذه الطلبات باسم الرب يسوع المسيح، والرب يكرم إيمانك وأمانتك معاه باسم الرب يسوع المسيح. هللويا، لك كل المجد يا سيد الرب. برناديت صادق بتقول رب يسوع يحفظكم يحميكم، أطلب صلاة من أجل ابن أخي مريض ودكاتر لم يروا شيء في التحاليل، أرجوكم، هو صاحب أطفال، أن تصلوا حتى يعرف الرب يسوع. أمين. نشكر الرب من أجل قناة الكرمة لأنه صلوا من أجلي الأسبوع الماضي والحمد لله شفيت من الأكزيما في تحت رجلي. أمين هللويا. أمين أختي برناديت، مبارك اسم الرب. خيرية I think أو شحاتة، أرجو الصلاة من أجل بيتي وأولادي. تيتا ميرا بتقول صلاة من أجلي من أجل بيتي وأولادي، ربنا يعطينا فرحة إلهية وسعادة. منى سحاب بتقول صلاة من أجل بشوي مريض بالكانسر في اسم الرب يسوع. ماري أمير بتقول من فضلكم طلبت صلاة من أجل ابني بيتر عنده توحد. أمين يا رب. منصور فايز بقول سلام مسيح معكم، صلوا من أجلي عابر من المغرب. أمين. الرب يعيدك بالقوة بالروح في الإنسان باسم يسوع الباطن. في كمان طلبات صلاة، صلاة من أجل سامح عنده 35 سنة التهاب على الرئة وبيغسل كلى، محتاج صلاة من أجله لشفائه وما يحتاج يغسل كلى تاني. صلاة لمرات أخويا في أوروبا لأنه عندها كانسر وهي لا تؤمن بالمعجزات وكل الأسرة رافضين الإيمان بالرب يسوع. يعني كيف بدي أصلي لإنسان ما بيأمن حتى يأمن، ما بيأمن في الرب، كيف بدي يشفى؟ رب يفتح قلبه في اسم يسوع. صلي إنه الرب يفتح القلب. طلبت صلاة لأنها عملت عملية تغيير ركبة من 5 أسابيع، ما زالت متقلبة مش قادرة تمشي. عمليات الركب يا ناس يا عالم ياهو، بعد العملية بأسبوع لسه في ألم، بعد بأسبوعين بثلاثة بشهر بست أسابيع لسه في ألم. فعمليات الركب مش سهلة أبدا، لازم نصبر والألم بيختفي بعدين، بعد فترة بسيطة الألم بيختفي، فما تخاف. بس شيء عادي لأنه له علاقة بالعضل، أنت شلت ركبة وحطيت ركبة تاني، فهذا الشيء مش سهل أبدا. بنت الرب صلاة من أجل حفيدتها عندها مشاكل في القلب وهي عندها 2 سنين. يا يسوع يا يسوع. صلاة لزوجتي عندها فشل كلوي وبدأت في الغسيل. يا رب يا رب. صلاة لبنتها جوليا
عندها تقرح في القولون وهي في 30 من عمرها متزوجة معها طفلين وبتنقل دم كتير. يا يسوع. يا رب. هناء من مصر هي وأولادها بمر في وقت صعب والحروب شديدة. رب يعطيكم انتصار في هذه الحرب. مكرم محتاج صلاة من أجله علشان هيعمل عملية منظار على المثانة. أمين أمين. الرب يعطي معجزة في اسم الرب يسوع. صلاة لأجل ابنتي سنة ونص نتيجة تحليل إنها تعاني من مرض وراثي ليس له علاج. ده كلام الناس لكن الرب عنده كلام مختلف كليا. الرب عنده العلاج في اسم الرب يسوع. صلاة لأجل بنتي عمرها 14 سنة تعاني من مشكلة نفسية وتبكي كثيرا. لازم تفتح قلبك للرب يسوع حتى يدخل ويعطيك السلام. صلاة لأجل الركب، في ناس طلبت صلاة لأجل الركب. صلاة أن الرب يفتح الأبواب لما بيرجع من كاليفورنيا. شخص بعيد عن الرب لكن بس يرجع لكاليفورنيا الرب يفتح له الأبواب، وعنده مشاكل زوجية الرب يتدخل في هذه المشاكل. ريموندا عندها أعصاب وسكر وضغط وبتستعمل بخاخة. بنصلي أنه الرب يلمس ريموندا باسم الرب يسوع المسيح. هذه الطلبات اللي وصلت اليوم. بشجع كل شخص بمر بظرف صعب. الرب أعطانا الإيمان لسبب، أعطانا السلطان مع الإيمان، أعطاك الثقة مع الإيمان. لأنه في عبرانية 11 بقول أنه أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. فكل شخص ولد ولادة جديدة الرب يسوع ساكن في قلبه، عندك قوة كلمة الله تحت تصرفك. عندك الكتاب المقدس، عندك وعود الله، هاي كلها الرب أعطاك إياها تقدر تستخدمها في كل ظرف أنت بتمر فيه. صدق في الكلمة، صدق أن الرب هو أبوك، وما دام الرب أبوك معناته بحبك، وما دام بحبك معناته بيعتني بيك. لا تخاف من الرب، لا تبعد عن الرب، لكن كل ما اقتربت أكثر كل ما حبيته أكثر، وكل ما حبيته أكثر كل ما إيمانك قوي فيه أكثر، وبدأ الرب يستخدمك. الرب اختارك لسبب، الرب أيدك بالقوة بالروح في الإنسان الباطن لسبب ولغاية، حتى أنت تكون سبب بركة لعائلتك. عائلتك محتاجة إيمانك، فعل إيمانك، شغل إيمانك في البيت، خلي الكل يتشجع. شجع كل شخص في بيتك أنه يتبع الرب، أنه يقرأ الكتاب المقدس، أنه يكون له خلوة يومية مع الرب، وقت يصرفه مع الرب. ما تفرقش امتى، افضل يكون الصبح بدري، لكن اي وقت ممكن تاخده يكون في وقت تحدده يوميا، هذا الوقت بينك وبين الرب. بهالطريقة بتنمو روحيا، بتعرف الكلمة كويس، وايمانك بينمو، بيبدأ الرب يستخدمك. هدف الله انه يستخدمك بقوة الروح القدس. انت عزيز عليه، ما فيش شيء صعب على الرب. اذا كانت سارة 90 سنة الرب أعطاها طفل حبلت، يعني حبلت سارة عمرها 90 سنة، تصور في الشيء صعب على الرب. اللي عمله الرب يسوع على هذه الأرض، نزل في هيئة الإنسان، اتحاكم ثلاث مرات قدام حنان، قدام قيافة، قدام مجلس السنهدريم، ثلاث محاكمات دينية، وتحاكم ثلاث محاكمات أيضا سيفل، يعني دولية يعني، أو أيوة يس. فوقف قدام بيلاطس، وقف قدام هيرودس، ورجع هيرودس رجع على بيلاطس. ست محاكمات، وكل المحاكمات اللي تحاكمهم كانت كلها محاكمات غلط، مبدأها غلط، مكانها غلط، توقيتها غلط. عرفت؟ لكن ما هذا كله، هل كان مستحيل إنه الرب يتنحى عن مهمة الصلب؟ لا لا، الغير مستطاع عند البشر عند الرب مستطاع. بالرسالة العبرانيين بقولنا بسبب السرور الموضوع أمامه. أيوه. كان فرحان في الصلب. بتقولي ليه فرحان؟
تعرف مهمة خلاص البشرية نزوله إلى هذه الأرض، ما عندوش أي شيء اسمه مستحيل، نزل إلى هذه الأرض احتمل كل شيء، احتمل الصلب ليه؟ حتى يعطينا الحياة الأبدية. وإحنا الآن بمر بعيد القيامة، نحتفل في موته لكن نحتفل أيضا بقيامته. لأنه بموته غفرت خطايانا لكن بقيامته أعطانا الحياة الأبدية. مبارك اسم الرب. بصلي في هذا الموسم أنه عينك تكون دائما على الرم، لأنه الغير مستطاع عند البشر عند الرب مستطاع، لا يستحيل على الرب أي شيء. اللي أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس موجود، مازال موجود لليوم، مازال حي قائم في وسطنا، بسمع صلواتنا وبستجيب الصلاة. بشجعك تطلب الرب لأنه ما عندوش المستحيل، بصنع المستحيل لأجل أولاده. ممكن نصلي اسم الرب. عايزين نصلي وعايزين فعلا يبقى أيام الصلب والقيامة مش أيام بتتكرر علينا كل سنة، لكن نقف وقفة أمين ونبص للذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا. هللويا. أحبنا إلى المنتهى، إلى الصليب، وضمن لينا الحياة الأبدية. وإحنا مين؟ من نحن ومن هو؟ ولازم تصدق إن عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد. هللويا. الله ظهر في الجسد. إذا كنت مش قادر تستوعب الموضوع ده يبقى أنت عايز تحد الله في ذهنك المحدود اللي قد كده. لكن يا عزيزي عايز أقول لكل واحد بيسمعني، الله لا يحد. عشان كده أروع حاجة الله ظهر في الجسد ليحمل خطيتي وخطيتك وخطيتك على الصليب، ويعطينا حرية مجد أولاد الله، ويعطينا حياة أبدية. تعال صلي مع الأسيس عصام وقول له خليني أستوعب ما صنعته لأجلي، خليني أستوعبه، مش أفكر بمخي المحدود وأقول لا يمكن يكون المسيح هو الله. لا، اوعى تفكر كده، هتضيع نفسك، هتضيع مستقبلك، هتضيع أبديتك. لكن صلي مع الأسيس عصام واقبله إله وفادي ومخلص لحياتك عشان يديك حياة وحياة أفضل. أمين. أمين. يا أبونا السماوي بنرفع أمامك كل شخص بشاهدنا أنه يطلبك يا رب أنه تكون مخلص شخصي. نعم يا رب لحياته. نعم يا رب. أنك تسكن في قلبه، تغفر خطاياه بسم يسوع، وتبدأ معه يا رب تفتح صفحة جديدة. بنرفع أمامك جميع طلبات الصلاة. أيوة. واللي ذكرت أمامك وقرأت أمامك يا رب. أمين. طالبين يا رب أنك تسمع وتستجيب لهذه الطلبات. نشكرك لأجل يا رب وعدك لينا أنك معنا كل الأيام ولا انقضاء الدهر. نعطيك المجد والكرامة في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين. أمين. بارك اسم الرب. ربنا يباركك يا أسيس عصام. هللويا. مبارك ويتمجد معك. أمين. مع كنيستك، مع خدمتك. أمين. مع أسرتك، مع قناة الكرمة. هللويا. أينما كنت في اسم المسيح. أمين. شكرا لكم أحبائي المشاهدين لأجل متابعتكم معنا. نلتقي بكم الأسبوع القادم. أنت أن الرب ليكم كل بركة ونعمة، وكل سنة وأنتم طيبين والرب معكم. أمين. أمين. اطلب تلاقي حلو التلاقي معاه قوي، بس انت روح فضفض وبوح واحكي له مالك، اشكي له حالك واحفظ بقى الارض لو متشققه عنده السواقي. اطلب تلاقي وما تتسنتش الا علي لمسة واحدة بس منه تكفي. اطلب تلاقي، واما وعد الناس بيفسد بعد وقت اطلبه هتلاقي وعد لسه باقي. اطلبه هتلاقي وعد لسه باقي.